هل سيكون قانون الموازنة لربما هو القشة التي تقسم ظهر التحالفات السياسية، خاصة بعد الحديث عن انقسامات داخلية في بعض التحالفات، أم أن الأمر ليس هكذا بل هو سلس جدا، خاصة إن دخلت المحاصصة الحزبية في هذا القانون؟ بشكل عام هناك توافق سياسي، ولكن مع ذلك هناك بعض الخلافات، يعني خلافات تتعلق الآن مثلا بمسألة الضرائب في الموازنة، ومنها ضرائب المطار المفروضة على المسافرين عبر المطارات، وكذلك الضرائب على بطاقات شحن الهاتف النقال. أيضا هناك بعض الاعتراضات على ما يبدو على المادة 62 في الموازنة التي تخول السيد رئيس الوزراء بإجراء المناقلة المالية ما بين الوزارات أو ما بين المشاريع، وهذا أكيد يعني ممكن أن يؤخر الموازنة، وأعتقد هو السبب الرئيسي في تأخير الموازنة خلال هذا الأسبوع. كان هناك أمل بإقرار الموازنة بداية هذا الأسبوع، ولكن حتى الآن لم يتحقق هذا الأمر. وأيضا كما ذكر في النشرة حصة إقليم كردستان ما زالت هناك اعتراضات، يضاف إلى ذلك الاعتراضات التي سوف تثار من قبل المحافظات بحدود أو بخصوص حصة تنمية الأقاليم. هذه النقاط مهمة جدا، ولكن مع ذلك لا أعتقد أنه سوف تكون هناك حلول بسبب أن الواقع الحالي يفرض ذلك.